الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة الشريكة لهذا الكيان المحتل بتقول نصاً إسرائيل حشدت كل حاجة كافية لاجتياح رفح. إيه؟ عايز تقول لي إيه؟ الأمريكان بيقولوا إيه للعرب؟ بيقولوا إيه للقمة العربية اللي هتنعقد يوم الخميس؟ أقول لك بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللي أشار إليه بلينكن من كام يوم، وزير الخارجية الأمريكي. قال إيه بلينكن؟ قال سوف ننظر في سياستنا المتعلقة بإسرائيل في حال اجتاحت رفح برية. يعني هم بيقولوا لنا لما إسرائيل تجتاح بقى نبقى نتكلم. يعني عمليا هو بيدي ضوء أخضر، بس مصر ما ادتش أضواء خضراء، مصر ادت الضوء الأحمر. اوعى، وخلينا فاكرين، واوعى بتاعت مصر دايما فاعلة، الخطوط الحمراء بتاعت مصر دايما فاعلة. اللي بيضايق مصر، فاكرين فيلم السرب؟ فاكرين القصة كلها بتاعت 2015؟ مصر ما بتهزرش خالص. أنا بس عندي الأمل وأتمنى أن يصل إلى يقين إن أنا يوم الخميس أفرح من قلبي. طيب، لسه كنت بقولك على الأرقام، الصحة الفلسطينية كانت بتتكلم على عدد ضحايا هذه الوحشية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي اللي بيقوم بهذا الاحتلال المتوحش على أهالينا وعلى أرضنا في فلسطين. 35,173 شهيد، أنا كنت بقولك 79,061 مصاب، ده من يوم 7 أكتوبر. خد بالك احنا بنتكلم على تقريبا أكتر من 10,000 تحت الركام والحطام. بنتكلم على 70% من هذه الأرقام نساء وأطفال. قلت لك 26 مستشفى، 56 مدرسة، 12 جامعة، أكتر من 620 ألف طالب أصبحوا خارج نطاق الحصول على الخدمة التعليمية. بنية صحية دمرت بالكامل، أكتر من 221 ألف وحدة سكنية جم على الأرض، مليون فلسطيني بلا مأوى. ماذا يبقى؟ ماذا بقى؟ من رام الله معايا الزميل الصحفي خلدون البرغوثي، وطبعا الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بيك. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور سيد خلدون. يعني ونحن نتحدث على كل هذه الأرقام وعلى قدر بشاعة هذه الأرقام وعلى قدر ما تبث وتسببه من ألم في قلب أي إنسان، كيف ترى الحراك الطلابي لأجل فلسطين، وكيف ترى أو تتوقع الضغوط التي من الممكن أن تمارس من الدول العربية على واشنطن؟ يعني الحراك الطلابي كان مفاجئا بصراحة، بحجمه، تنظيمه، اتساعه وسرعة انتشاره، خاصة في أهم الجامعات الأمريكية، جامعات النخبة. هذه الجامعات التي تخرج القيادات المؤثرة في الولايات المتحدة. صحيح. على مستوى اتخاذ القرار السياسي، من هؤلاء يأتي القادة، من هؤلاء يأتي الرجال الأعمال الذين يكون لهم تأثير أيضا على السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية عبر اللوبيات التي تتشكل. لذلك كان الأمر مفاجئا بالنسبة لإسرائيل، حتى من يتابع الإعلام الإسرائيلي، المحللين الإسرائيليين، هناك حالة قلق كبيرة في صفوفهم من الحراك في الجامعات، ليس فقط الأمريكية بل تعدى ذلك إلى دول أوروبية أخرى، ويشكل هذا حالة قلق لدى إسرائيل. والقضية ليست جديدة نسبيا، يعني في دراساتي كنت أتابع قضية الحركات، خاصة مع تركيز على قضية أشرت إليها وهي استخدام تهمة معاداة السامية لكل من ينتقد سياسات إسرائيل. نعم. هذا كان محور دراستي الأكاديمية. الصدمة في إسرائيل كبيرة، والجهد لمكافحة ما تسمى
معاداة السامية وأيضا ما تسمى محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل، هذا أوصل مثلا حكومة يائير لبيد إلى تعيين مبعوثة خاصة لمكافحة معاداة السامية ونزع الشرعية عن إسرائيل، لأنهم بدأوا يدركوا أن إسرائيل بدأت تفقد شرعيتها من منظورهم بالطبع بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين. لذلك القضية مهمة جدا، تأثيرها مهم، صداها الإعلامي أيضا كان مهما، صداها السياسي في الولايات المتحدة وقلق جو بايدن على مصيره في البيت الأبيض أيضا كبير. لكن أيضا إسرائيل، الولايات المتحدة يجب أن ننتبه إلى أنها تتعامل مع إسرائيل بمستويين، مستوى الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقة الاستراتيجية بينهما، ومستوى علاقة إدارة بايدن مع حكومة نتنياهو والتوتر بينهما. وما يتخذ الآن هو عقوبات من قبل إدارة بايدن تجاه حكومة نتنياهو مع مراعاة العلاقة الاستراتيجية بعدم التخلي عن إسرائيل، وهذا يحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل تغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، وليس سياسة إدارة محددة ضد حكومة إسرائيلية محددة. هذه هي ربما التي تحتاج إلى جهد، وقد يبنى على ما يحدث الآن من تغيرات في الولايات المتحدة، حتى من تغير داخل الحزب الديمقراطي. هناك صعود في حجم المؤيدين للفلسطينيين في صفوف الحزب على حساب مؤيدي إسرائيل، وهذا أيضا ربما يحتاج وقتا، لكن التغيرات مهمة ولها تأثيرات المستقبلية. هذه التغيرات مهمة إلى أي مدى؟ وإحنا عندنا انتخابات في خريف 24 قد تأتي برئيس جديد، والسؤال برضو هيبقى وهل سوف تختلف السياسة الأمريكية سواء إذا كان الرئيس قادمة من الديمقراطي أو قادمة من الجمهوري؟ بالطبع، يعني نحن لاحظنا بشكل عام الدعم الأمريكي لإسرائيل استراتيجي وفي آثاره لا يشكل فرقا على السياسة تجاه الفلسطينيين، لكن لاحظنا كيف حدث عندما تولى ترامب الذي قد يعود إلى الحكم. عندما تولى فترة الحكم للأربع سنوات التي سبقت جو بايدن، هو اعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، أقر بشرعية المستوطنات، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. صحيح. وهذا كان يشكل نوع من الضربة الكبيرة لأي إمكانية لأي أفق سياسي، أفق سلمي مستقبلي. عندما جاءت الإدارة الجديدة لم تغير الكثير، لم تتمكن من التراجع عن قرار نقل السفارة، حتى لم تتمكن من فتح القنصلية التي كانت تشكل نقطة التواصل مع الفلسطينيين باعتبارها أنها قد تكون سفارة مستقبلية للولايات المتحدة في عاصمة فلسطين في القدس الشرقية كما يقولون. لذلك كما قلت، العلاقة الاستراتيجية تبقى الأهم، والتغيير المطلوب هو أن يحدث تغيير على مستوى العلاقة الاستراتيجية وليس فقط على علاقة إدارة محددة بحكومة إسرائيلية محددة. شخصيا أعتبر أن حكومة إسرائيل هذه على مساوئها قد تكون أفضل للفلسطينيين من لو سقط نتنياهو وجاء جنس مثلا، لأنه سيتم احتضانه ولن يغير في سياساته تجاه الفلسطينيين في ظل التوجهات التي شاهدناها من قبل كافة الحكومات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين قبل نتنياهو وبعد نتنياهو عندما خسر الانتخابات وجاءت حكومة يائير لبيد ونفتالي بنت. الوضع على الأرض لم يتغير تقريبا. طب هل تتصور أنه حتى إذا جت حكومة من المعارضة وإن كان ذلك أمرا شبه مستحيل سوف تتغير الأمور؟ من الصعب حتى على مستوى لو فرضا جاء جانتس وقالوا بأنهم سيذهبوا إلى المفاوضات بضغط أمريكي. جانتس من أوائل من احتضنوا صفقة القرن التي طرحها دونالد ترامب والتي ربما شارك في صياغتها بنيامين نتنياهو، رحب بها وتبناها كنهج مستقبلي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من منظوره، وتبنيه لهذا هي المقترح أو الخطة، يعني بأن أي سقف تفاوض مستقبلي لن يتجاوز هذه الخطة، وهذه مشكلة. لكن المشكلة الأكبر هو أن يأتي رئيس وزراء إسرائيلي يرحب به العالم ويعتبر أنهم تخلصوا من يمين نتنياهو وحكومته،
القرارات على الأرض هي هي. وربما للعلم يضحك رابين في خطابه الأخير قبل مقتله أو اغتياله بشهر في الكنيسة، كان يروج للمراحل المقبلة من اتفاقية أوسلو. الخطاب الذي اطلعت عليه أكثر من مرة باللغة العبرية يتضمن تفاصيل تقريبا وردت كلها في خطة ترامب. إسرائيل حدودها الشرقية في الأغوار، بمعنى أن الأغوار ستبقى معها، وهذه تشكل نسبة كبيرة من الضفة الغربية، ثلث الضفة الغربية تقريبا. القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل، لا عودة للاجئين، السيطرة الأمنية لإسرائيل، والكيان الفلسطيني الذي سيكون نتيجة لهذه المفاوضات فليسموه ما يشاءون، لكنه سيكون أقل من دولة، ومهمته إدارة شؤون الفلسطينيين. هذه التفاصيل هي تقريبا ذاتها التي وردت في صفقة القرن. لذلك نظرة إسرائيل لن تتجاوز هذه الخطة سلميا. فحكومة نتنياهو الأكثر وضوحا أهم للفلسطينيين، ليس أهم، قد تكون دوليا أفضل للفلسطينيين من حكومة تضلل العالم وتستمر بسياسات حكومة نتنياهو. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا سيد خلدون البرغوثي، الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية.